السلام عليكم. سأحدثكم عن زانية هي من أحب الناس إلى الله. تقول لي وكيف؟ جاء في الصحيحين أن امرأة من الأنصار كانت في المدينة، وسوس لها الشيطان فأغراها برجل، فكان الشيطان ثالثهما، زال كل منهما يزين لصاحبه حتى زنيا، فانتبهت من جرمها وأحاطت بها خطيئتها، أحرق الذنب قلبها حتى جاءت إلى طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت من شقه الآخر، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني، فأعرض عنها، فخرجت، فجاءت من مجلسه في الغد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فأعرض عنها مرة ثانية. فقالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزة، والله إني لحبلى من الزنا. قال أما الآن فاذهبي حتى تضعيه من حملك. فمضت بعدما كبر همها وضعف جسدها ودمعت عينها وامتلأ بطنها، واتجهت إلى بيتها 9 أشهر تتلوى من الألم حتى ولدت ذلك الطفل. فلم تنتظر نفاسها، بل قامت من فراشها وأخذت طفلها في خرقة واتجهت إلى رسول الله. قالت: يا رسول الله، هذا ابني أمان. قال: اذهبي حتى تفطنيه، أي تمضي عليه 2 سنين كاملتين. فاتجهت بطفلها 2 سنين كاملتين. لك أن تتخيل وهو يلعب في حضنها وتودعه بنظراتها وتغسله بدمعاتها أم لولدها. فبعدما مضت 2 سنين اتجهت إلى رسول الله ومع ابنها كسرة خبز، كناية أن ينظر إليه قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الطفل أن يأخذه أحد المسلمين، ثم أمر بحفرة إلى صدرها، فدفنت تلك المرأة حتى خرج رقبتها ورأسها، وأحاط الصحابة بها، ثم أخذوا الحجارة فبدأوا يرجمونها بالأحجار ويرشقونها بالحصى حتى كأنها تقول: ضرب الأحجار ولا عذاب النار. فكان خالد بن الوليد مسددا في الرمي، فالتقط حجارة ثم وجهها على هامتها ثم ضربها بالحجارة على رأسها، فإذا بذلك الدم ينضح على ثوبه وعلى لحيته، فبدأ يسبها خالد بن الوليد. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد، قال: يا خالد، لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة، لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ماتت، لكنه ما مات ذكرها وما ماتت توبتها. إلى الآن نذكر قصتها على سبيل الفخر. وهنا دروس: لا تسخر من المذنب، فربما يستيقظ تائبا وأنت يا قائم الليل تستيقظ معجبا بعملك فيحبط عملك. أما الدرس الثاني أحبتي في الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا التائب. الدرس الثالث هو: توبتنا تحتاج إلى توبة، نحتاج في صدق التوبة. أستغفر الله من لفظة قد بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجرها. نحتاج صدق التوبة. سأحاول بإذن الله كل أسبوع أذكر قصة من هذه القصص الجميلة من الصحابة، أعينوني بنشرها. السلام عليكم.